كشف وزير التجارة والصناعة طارق قبيل عن انتهاء من تخصيص 20 وحدة إنتاجية جديدة بداخل مدينة الجنوب بالروبيكي ليصل إجمالي ما تم تخصيصه 110 مصانع دباغة. وفي جولة تفقدية لموقع المشروع أكد قبيل أن المرحلة الأولى من المدينة سوف تستوعب جميع الصناع من منطقة مجرى العيون. احنا في آخر مراحل بداية المرحلة الأولى. المرحلة الأولى فيها أكثر من 180 هانجر، لكن هم عدد أكبر من المصانع لأن مش كل المصانع بتاخد هانجر كامل. احنا بنتكلم في حوالي أكثر من 180 ألف متر. المرحلة الأولى هتستوعب تقريبا كل مجرى العيون. الهدف طبعا من النقل من مجرى العيون ليس فقط نقل الصناع من مكان لمكان، برغم ان في اثار بيئيه واقتصاديه واجتماعيه، لانه في مساوئ بيئيه شديده الخطوره في مجرى العيون. اللي احنا بنوفره هنا بنوفر مدينه على اعلى مستوى، هيبقى فيها مركز تكنولوجي على اعلى مستوى ما فيش مكان فيه في الشرق الاوسط، هيساعد كل المراحل الصناعيه للصناع في مكان اكبر، بحيث يتيح للمصنعين ان هم يتوسعوا في المكان، لانه في مجرى العيون كان صعب التوسع. ومكان صناعي صح،